محبوبه. اللي ما يصلي ما يعرف الحب. اللي ما يصلي ما يعرف الحب. لأن اللي ما يوفي مع الله عود يوفي ويا الناس. ويا الله خان العشرة عود يوفي ويا الآخرين. ومع الله خان إذا أنت خلي الصلاة عندك معيار. ليش؟ لأن الصلاة هي اللي تميز الوفي من الموفي. الوفي الوي الله وفي ويا الآخرين، بس اللي مو ويا الله